حياكم الله مشاهدينا في أبرز أخبار الاقتصاد. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الأجنبية لتصل إلى نحو 300 مليون دولار. وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1% و78 جوزا لتصل إلى 229 مليونا، وذهبت المشتريات البالغة 180 مليونا و683 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، في حين ذهب المبلغ المتبقي البالغ 49 مليونا و240 ألف دولار بشكل نقدي. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول 34 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 8 مليارات دينار. وقال سوق أن مؤشر الأسعار المتداولة أغلق على 599 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 0.69 جزءا في المئة عن إغلاقه في الجلسة السابقة. وذكر السوق أن عدد الشركات المتداولة أسهمها في هذا اليوم بلغ 33 شركة مساهمة، في حين يستمر توقف 21 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق، مؤكدا أن القيمة المالية للأسهم المتداولة بلغت 8 مليارات. كشفت شركة لوكويل الروسية عن استمرار محادثاتها مع الحكومة الحالية في العراق بشأن شراكتها في مشروع حقل غرب القرنة 2 في البصرة، بعد تصريحها في وقت سابق حول تخفيض حصتها في المشروع. وقال رئيس الشركة فاجد أكريبوروف قال إن موقع اليمامة بحقل غرب القرنة 2 ثبت أنه من الصعب استغلاله لأنه يحتوي على مستويات عالية من كبريتيت الهيدروجين، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع وزارة النفط في العراق بشأن ذلك. تذبذبت أسعار النفط وسط تداول هادئ لجأ فيه بعض المستثمرين إلى صفقات بعد الخسائر الأخيرة التي منيوا بها بعد التخفيضات الشديدة والتي قامت بها السعودية على أسعار عقود نفط خام آسيا. فقد ازدادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر تشرين الثاني المقبل 31 سنتا لتصل إلى 72 دولارا و53 سنتا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 دولارا و14 سنتا للبرميل بانخفاض 15 سنتا. هذا وتأتي التخفيضات الكبيرة في الأسعار وهي علامة على أن الاستهلاك في المنطقة الأكثر استيرادا في العالم لا يزال فاترا، إذ ألقت أعمال الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة متغير دلتا فيروس كورونا ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج منخفضة وسط تراجع أسعار النفط، إلا أن المؤشر السعودي خالف التوقعات وأغلق مرتفعة. وانخفضت بورصة دبي بنسبة 0.2% بفعل هبوط سهم أرامكس، في حين تراجع سهم إعماري مولز 1% بعد نيل موافقة الجهات الرقابية على الاندماج مع إعمار العقارية. وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.16% بمكاسب قدرت بأكثر من 1% لسهم مصرف الراجحي وزيادة 1% لسهم الاتصالات السعودية. قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلا إن بلاده باتت تمتلك 400 وحدة من بيتكوين، وذلك قبل يوم واحد من اعتمادها رسميا عملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت البيانات أن هذه العملة قفزت إلى أكثر من 52 ألف دولار، وتوقع الخبراء أن تتجه العملة المشفرة إلى منطقة 56 ألف دولار في الأيام المقبلة. وحذر النقاد في السلفادور من تقلب العملة المشفرة التي قد تزيد من المخاطر التنظيمية والمالية. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.